الإخوان والأخوات، أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، وتكون أيامنا جميع أفراح ومسرات. حلقتنا ديال اليوم غادي نتكلموا فيها على التركت، وبالخصوص الأجيال ديال اليوم اللي ما عاشتش وما شافتش الطقوس ديال التركت. قبل ما نبدأ تفكرت واحد المسألة، حيت شحال من واحد كانوا كيسخروا دارهم يتقدى وكيلقى تركت وكيبقى تابعه حتى كيخرجوا والديه يقلبوا عليه، حتى الوقت قريب، يعني حتى الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضي كان من العادات العادية في الشارع كتلقى تركت غادية في الطريق. تركت كانوا الناس كيباركوا بها لبعضهم البعض في المناسبات ديال مثلا الزواج او الختان وكذاك عوده الحجاج وكل ما يتعلق بالافراح. وهذا الاسم هذا ديال تركت من اصل امازيغي، وكاين بعض المناطق في المغرب اللي كيقولوا الهديه. وهذا الطقس الاحتفالي ديال تركت كيمكن يديو فيه خروف او عجل أو الخنشة السكر أو الدقيق والزيت، المهم كيكون على حساب الاستطاعة ديال الناس اللي غادي يديوها. كذلك نوع المناسبة حتى هو كيدخل في النوع ديال الهدية. كتقدم تركت عربة كتحمل الأشياء المهدات متبوعة بالطبالة والموازنية، كيمشيو شوية في الاتجاه ديال الدار اللي قاصدينها وكيديروا شي وجيبة ويجيبوا عليها شي ميزان وكتكون الغرامة طبعا. وكان اللي كيدي فروق أخرى مع الطبالة بحال الأقلال ولا الحوزي ولا الدقيقية، كيف قلنا سابقا كل واحد على القياس ديالو. هاد من اللي كيوصلوا للمحل اللي قاصدين كيستقبلوهم بالزغاريت والمراش وكيتفرجوا وكينشطوا في قرب الدار اللي مشاو ليها. من بين ما كان كيتردد انا ذاك كانوا كيقولوا الهديه لا لا الهديه لك جايه. وبهذا الخصوص ثاني كذلك كنلقاو المثل الشعبي حاضر، حيث كيقول ذيك الرعاه القطه والفيران جابوا تركت. وكيمكن لينا نجزموا بان تركت انضطرت الان بحكم عده عوامل اللي مساهمة في هذا. على اين حتى نتلقاو في حلقة مازية بحول الله مع قوته. ما تنسوش تدعموا قناتكم بالانضمام وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. اجمل وابهى التحيات.